هذا يوم جديد في مصر كالعادة، نلتقي حضراتكم في نهايته لنطرح معا آخر أخباره وقصصه وحكاياته والأسرار والأسئلة التي أطرحها. أسعد الله مساءكم. في هذا المساء النائب العام حكم براءة مبارك شابه عوار قانوني، وفريق من النيابة يبدأ إجراءات الطعن عليه. ومجلس الوزراء يقرر تجديد عقوبة التعديات على مجرى نهر النيل. وفرنسا تعترف رمزيا بالدولة الفلسطينية لتصبح الدولة الأوروبية الرابعة في هذا السياق. وفي هذا المساء نتساءل، تعويضات أسر الشهداء هل تغني عن القصاص لذويهم؟ أيضا في هذا المساء نتساءل عن ما هي المادة 15 التي طالب قاضي مبارك بتعديلها، المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وهل تضمن عدم تكرار مأزق انقضاء المدة في محاكمة مبارك؟ وإذا حدث تعديلها هل يمكن تطبيقها على رموز نظام مبارك؟ أسئلة قانونية وسياسية أيضا نطرحها على ضيوفنا في سياق حلقة هذا المساء. كالعادة بفكر حضراتكم أن أنتم مدعوين للمشاركة معنا، سواء عن طريق التعليق أو الاستفسار أو الاقتراح، وإننا ننتظر تفاعلكم في اتجاهين دايما، عبر المشاهدة وعبر المشاركة عبر صفحاتنا على الفيسبوك وحساباتنا على تويتر. اليوم الرابع على التوالي لا تزال قضية مبارك والحكم فيها بالبراءة لا تزال هي التي تلقي بظلالها على معظم الأحداث سواء السياسية أو حتى القانونية في البلاد. ربما لم يكن الحكم متوقع كما كان الحكم متوقع ربما من وجهة نظر الكثيرون، لكن هل كانت هذه التداعيات متوقعة أيضا؟ هل كان متوقع أن يثير الأمر هذا التباين ما بين غضب شديد لدى البعض وما بين تعبير عن الفرحة لدى البعض الآخر؟ الحقيقة إن ما حدث خلال الأيام السابقة واستمرار تداعياتي التي امتدت لأن حتى من يذهب إلى ميدان التحرير، استمرار الدعوات إلى التظاهر، غلق الميدان من معظم الاتجاهات في مواجهة دعوات بتوجهها قوى سياسية مختلفة، محاولة قفز قوى سياسية زي جماعة الإخوان المسلمين على الحدث ودعواتها اللي بتطلقها بين حين وآخر للتوحد ولم الصف، وإننا ننسى شعاراتنا الخاصة ودعوتها لمن تطلق عليهم القوى الثورية بالتوحد في مواجهة هذا الحكم في جانب، وفي جانب آخر كذلك ما يبدو من غضب لدى الشباب ربما يستجيب بعضه لمثل هذه الدعوات. ربما الأزمة هنا إذا كان حكم القضاء هو حكم قانوني لا يمكن مواجهته إلا بالطرق القانونية، فعلى الأقل هناك وجه سياسي لهذه المسألة، وعلينا أن احنا نتساءل أين السياسة في إدارة هذه الأزمة. نرجع تاني للقانون، إذا كان الحكم الذي صدر أثار ردود أفعال كثيرة، فالحقيقة يمكن رد الفعل أسرع كان رد الفعل القانوني. بعد صدور الحكم بساعات قليلة كان النائب العام كلف مكتبه الفني بدراسة حيثيات الحكم لمعرفة طرق الطعن عليه، وبالفعل النهاردة تم تقديم الطعن أو بدأ اتخاذ إجراءات الطعن بحسب أمر المستشار العام، مستشار النائب العام هشام بركات. ما ذكره النائب العام في بيانه أن الحكم شابه عوار قانوني بحسب التعبير الذي ورد في مذكرة النائب العام، لذلك أمر بالطعن عليه وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليه لإيداعها محكمة النقد. طبعا مفكر حضراتكم منطوق الحكم باختصار اللي صدر يوم السبت اللي فات بعدم جواز نظر الدعوة الجنائية ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين بسبب صدور قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوة، وهو ما يعني حفظ التحقيق. المحكمة أيضا قضت ببراءة مبارك في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وهي القضية اللي كان فيها معاه الملياردير الهارب حسين سالم. قضت أيضا المحكمة ببراءة حبيب العدل ومساعديه من تهمة ارتكاب
جرائم الاشتراك في القتل. على الهاتف معنا سيادة المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق. سيادة المستشار أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. لو حضرتك تترجم لنا هذه العبارة القانونية بلغة نقدر نفهمها، الحكم شابه عوار قانوني. هو بالطبع المفروض ان هو طعن قدام محكمة النار، هي محكمة قانون، ولابد يبقى الحكم المطعون فيه فيه عيوب قانونية تبرر هذا الطعن، مثل مثلا تناقض الأسباب، القصور في التسبيب، عدم الالتزام بالقواعد الواردة في القانون بالنسبة لقبول الدعوة وما إلى ذلك. طبعا النائب العمومي في الغالب انه مركز الطعن، انا طبعا مش عارف هو كاتب ايه غير عبارة عوار التي ذكرتيها سيادتك، وركز على انه القضية دي الحكم ده فيه ثلاث قضايا. قضية بتاعت اسرائيل والغاز، وهذه القضية حكم فيها بالبراءة علنا كده، وبعدين القضية بتاعت البلاد حكم بانها سقطت اقتضاء المدة بالتقادم، وبعدين القضية الثالثة اللي هي المتظاهرين حكم ببراءة العدل والضباط بتوعه، وجاء لمبارك وقال ان النيابة انتهت في تحقيقاتها الى الا وجه لإقامة الدعوة، وده قرار بيبقى من النيابة لما يبقى مفيش اي ادلة على صحة الاتهام الموجه الى المتهم. وقال بناء على كده انه المفروض ان النيابة تلتزم بما انتهت اليه من قبل، ويكون احالتها للمتهم اللي هو مبارك الى يعني الى المحكمة غير سليم، ولابد من تنفيذ القرار بألا وجه لإقامة الدعوة. في الغالب ان النائب العمومي هيركز طبعا طعنه على هذا الجانب، لان هو جانب برضو اجرائي كمان بالدرجه الاولى، وفي نفس الوقت يعني انا شخصيا شايف ان اول مره ممكن ان احنا يعني نعرف ان النيابه لما تقيم الا وجه تقرر الا وجه لاقامه الدوله الدعوه، ان هذا يلزم المحكمه التي تنظر الدعوه لو احالتها النيابه اليها كما حدث في حاله الرئيس السابق مبارك. طب برضو انا عايز اسال حضرتك هنا يا فندم، يعني الطعن ده هل بيستتبعه بدء المحاكمه من جديد؟ هل بيستتبعه ضم ادله جديده مثلا للقضيه اذا ظهرت، او توسيع مساحه الشهاده وتلقي شهادات جديده؟ يعني ايه الاجراء اللي بيترتب على هذا الطعن في حال قبوله؟ هو الاجراء المترتب على هذا الطعن انه في حاله تقديمه لمحكمة النقض، محكمة النقض بتمارس ولايتها في هذه الحالة في نظر الطعن على أساس أنها محكمة موضوع، ومحكمة النقض أصلا هي محكمة قانون، يعني بتنظر في الأخطاء الإجرائية العوار القانوني، إنما في هذه المرة هتنظر المحكمة، لأن دي تاني مرة بيتطعن بالنقض في القضية، هتنظر المحكمة في الدعوة موضوعيا، فهتشوف كل الأدلة وكل الأسباب اللي موجودة وتراقبها، وتنتهي هي نفسها إلى إصدار حكم في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، ويكون الحكم الذي يصدر أيا كان باتا ونهائيا وغير قابل لأي طعن بعد ذلك. هل معنى تقديم النائب العام هذا الطعن، هل مجرد تقديمه يعني إعادة المحاكمة أمام محكمة النقض، ولا في احتمال هنا للقبول أو رفض هذا الطعن من المحكمة؟ طبعا محكمة النقض تبقى ولاياتها كاملة كمحكمة موضوع وقانون معا، وهي تملك إما رفض الطعن أو رفض جانب منه وقبول جانب آخر حسب ما ذكرت لحضرتك، وتنتهي إلى أنها تحكم في الموضوع إما بالبراءة أو الإدانة، أو الإدانة بعقوبة أقل من التي كانت من قبل وهكذا. طيب يا فندم، يعني الطعن ده هل هو شامل، حضرتك تحدثت عن ثلاث قضايا فيها احكام منفصله حصلت في هذه القضيه، هل الطعن ده بيشمل ثلاث قضايا ولا بيشمل واحده منهم فقط؟ هو انا شخصيا برجح ان هو يعني هيركز الطعن على يمكن التهمتين الخاصين
عدم يعني سقوط الدعوة بالتقادم، والأمر الثاني ألا يجل إقامة الدعوة. ومن الممكن أنه حتى فيما يتعلق ببيع الغاز لإسرائيل أن يكون الطعن شامل لهذا الجانب أيضا الذي قضت فيه المحكمة بالبراءة. طب وبالنسبة فندم لقضية قتل المتظاهرين؟ بالنسبة لقضية قتل المتظاهرين، ما انت عندك قلت ثلاث اتهامات، هم في حقيقة الأمر ثلاث قضايا جنائية. واحدة فيهم عبارة عن بيع الغاز لإسرائيل بثمن دفع، الثاني هو عبارة عن الحصول على فيلات من حسين سالم هدايا لتحقيق مصالح خاصة له وعلى حساب الدولة وعلى حساب يعني الشعب. والأمر الثالث هو قتل المتظاهرين في السلميين في 25 يناير وما بعد. شكرا جزيلا سيادة المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني الحقيقة إن نهر النيل يعني في تاريخ المصريين له قدسية خاصة، وشعور بأنه هو كان السبب في وجود هذا المكان وإقامة أول حضارة عليه. يا ترى إذا مجلس الوزراء النهاردة بيقرر أنه يغلظ العقوبة، هل ستصل إلى العقوبة التي كان يشددها المصري اليوم واللي كانت عقوبة دنيوية وأخروية أيضا؟ بحسب اعتقاد المصريين القدماء كان من ضمن القسم الذي يقسمه المصري القديم عندما يقف أمام معت في البعث بحسب عقيدة البعث والخلود لدى المصريين القدماء، كان من أول القسم اللي يقسمه أنه لم يلوث النهر. الحقيقة رغم أننا بندين بديانات سماوية سواء كانت الإسلام أو المسيحية، وهذه الديانات جميعها تجرم وتحرم تلويث مجاري المياه، فإن مجرى النيل لم يسلم من الاعتداءات. معرفش هل الأسباب يعني ممكن البحث عنها فين، لكن مؤكد أن تفعيل القوانين أحد الأسباب لمواجهة هذا النوع من المخالفات. النهاردة مجلس الوزراء وافق فعلا على تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف لتشديد عقوبة التعديات على مجرى النهر في إطار دور أجهزة وزارة الموارد المائية والري في لدرء العديد من التعديات في مهدها بحسب بيان مجلس الوزراء. ايه العقوبة او التشديد ده وجهه ايه بالظبط؟ ايه كانت العقوبة قبل التشديد واصبحت على اي صورة؟ بطرح السؤال على زميلنا الاستاذ كمال ريان نائب رئيس تحرير صحيفة الاحرار ومحررها لشؤون مجلس الوزراء. استاذ كمال اهلا بيك. اهلا استاذ منى. نعرف الاول ايه شكل التعديل اللي حصل في القانون، يعني كان ازاي والعقوبة بقت ازاي دلوقتي؟ هو الحقيقة القانون القديم او العقوبات اللي فيه القانون كان بيرجع لسنة 84، وطبعا العقوبات اللي فيه كانت عقوبات مخففه لا تتناسب مع الفتره الحاليه ومع التعديات ايضا اللي اصبحت كثيره على مجرى نهر النيل. لذلك النهارده جه التعديل في التقسيم القانوني للمواد المتعلقه بالعقوبات في قانون الري والصرف. التعديلات طبعا منها تعديل على اي عمل داخل حدود الاملاك العامه اللي هي الخاصه بالري والصرف او يؤثر على استخدام مياه الصرف او يؤدي الى تبديتها، العقوبه دي تصل بالحبس لمده لا تزيد عن سنه وغرامه لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد عن 50,000 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين. لو اتكررت المخالفه دي هتتضاعف العقوبه. وفي ايضا بند خاص بحمايه جسور النيل من التعديات، ده الغرامه برضو اصبحت لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه. طب هل العقوبات دي يعني احنا لدينا كذا نوع من انواع التعديات على النهر، منها تعديات بالانشاء مثلا او تعديات على الكورنيش، وعندنا تعديات بتصل لدرجه تلويث ميه النهر وصرف المخلفات فيه. نعم العقوبات المعموله التعديلات طبعا يمكن مش هيتسع المجال ان احنا نقولها كلها، لكن هي بتغطي كل التعديات والمخالفات اللي على النيل، من صرف لتعديات لمباني للتاثير على الميه لتلوث الميه، يعني كل ما يتعلق يعني التعديلات حاجات كثيره جدا يمكن ما يتسعش المجال لذكرها، لكن بتغطي كل الحاجات اللي حضرتك بتتكلم عليها وبتشدد هذه العقوبات. طب يعني الاهم هل هيكون في اليه لتطبيق هذه العقوبات؟ يعني ازاي هيتم مراقبة هذه التعديات؟ يعني حد بيلقي مثلا مخلفاته، مين اللي هيراقبه؟ مين الجهة المفترض انها هتراقب هذه التعديات؟
المفترض طبعا التعديلات مجرد بعد ما يوقعها السيد رئيس الجمهوريه بصفه القائم باعمال السلطه التشريعيه لحين وجود مجلس النواب، بتكون ساريه من تاريخ توقيعها من جانب الرئيس ونشرها في الجريده الرسميه. الاجهزه المعنيه في الدوله هي اللي هتكون منوطه بتنفيذ ذلك. اعتقد ان الاجهزه المختصه بوزاره الري ممكن تكون معاها ضبطيه قضائيه لضبط هذه المخالفات، وطبعا بيتم تحرير المحاضر بها، وبناء على المحاضر بتتحرك الاجهزه المعنيه سواء في وزاره الداخليه لازاله التعديات، وطبعا مع الاجهزه المعنيه، وبيتم تحالف طبعا المخالف للجهات القضائيه عشان يتم تطبيق القانون عليه. هل في اي قرارات مهمه ثانيه النهارده توقفت عندها يا استاذ كمال في اجتماع مجلس الوزراء؟ طبعا كان في التعديل المهم لقانون العقوبات فيما يتعلق بمده اسقاط او تقادم جريمه الرشوه. قبل كده القانون كان بيقول ان جريمه الرشوه اذا وقعت او يعني بتتقادم بعد مضي 10 سنين من وقوعها. التعديل بتاع النهارده بيقول لا، ان الجريمه بتتقادم وتسقط بعد مضي 10 سنين من ترك المسؤول لمنصبه اذا لم يكن التحقيق قد تم خلال وجوده في منصبه، يعني بمعنى حاله زي حاله الرئيس الاسبق مبارك. اذا كانت هناك جريمه رشوه مثلا كانت موجوده في القضيه ومضى عليها 10 سنين من وقوعها، فبعد فادت الى عدم تطبيق القانون عليها او ادت الى اسقاط الجريمه. التعديل بيقول لا، المسؤول طالما هو في المسؤوليه وتمش التحقيق معاه فال 10 سنين بتاعت التقادم دي تبدا من فتره تركنها من بعد زوال المسؤوليه عنه او تركها او استقالته. ده تعديل مهم بيرفع الحصانة عن أي مسؤول، وخصوصا مسؤولين كبار في الدولة، من ارتكاب الجريمة ثم يعني الهروب من العقاب نتيجة تقادم الجريمة وهو في منصبه. شكرا جزيلا الأستاذ كمال ريان، نائب رئيس تحرير صحيفة الأحرار ومحررها لشؤون مجلس الوزراء. بشكرك شكرا جزيلا من مجلس الوزراء ومن هذه القرارات المهمة إلى الحرب الدائرة على الإرهاب في سيناء. لا تزال طبعا القوات المسلحة بتقوم بعملياتها في تطهير شبه جزيرة سيناء من الإرهابيين. النهاردة الحقيقة كان في 6 جثث من الأهالي تم العثور عليهم بالشيخ زويد، وقوات الأمن قتلت 48 من العناصر التكفيرية المنتشرة هناك. بحسب المصادر الأمنية في 6 جثث لشباب مقتولين رميا بالرصاص في أماكن متفرقة بجنوب الشيخ زويد فجر اليوم. طبعا بيرجح أن يكون ده على أيدي الإرهابيين الموجودين في سيناء. واحدة منهم تم العثور عليها أمام ميناء العريش البحري. كانت مصادر قبلية بشمال سيناء قالت أنه تم اختطاف 4 من أهالي جنوب الشيخ زويد واقتيادهم إلى مكان غير معلوم، واتهمت تنظيم أنصار بيت المقدس باختطاف هؤلاء المواطنين بدعوى أنهم متعاونين مع الأمن. المصادر الأمنية النهاردة علقت وقالت أن قوات الشرطة على الجانب الآخر تمكنت من تصفية 48 من العناصر التكفيرية، وألقت القبض على 150 آخرين من العناصر التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس على مدار 10 أيام. الحصيلة أيضا شملت حرق 1143 بؤرة إرهابية وتدمير 29 خندق خرساني تحت الأرض و303 دراجة نارية و137 سيارة كانت بتستخدم في الهجوم على الجيش والشرطة. على صعيد آخر، صعيد دولي، لا تزال الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية حتى لو كانت اعترافات رمزية، فمن المؤكد أنها بتكتسب أهمية سياسية، يمكن أنها على الأقل تشكل تحول في طريقة تعامل الرأي العام الدولي مع هذه القضية. فرنسا النهاردة أصبحت الدولة الرابعة بعد فرنسا بعد بريطانيا وأسبانيا والسويد التي تعترف بالدولة الفلسطينية رمزيا بحسب تصويت برلمانها عليها. النهاردة صوت البرلمان الفرنسي على دعوة الحكومة للاعتراف بالدولة الفرنسية بالدولة الفلسطينية. يعني الخطوة بتوصف بأنها رمزية لن تؤثر في الموقف الدبلوماسي الفرنسي، لكن هذه الخطوة تأتي في الوقت اللي باريس بتعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يقضي باستئناف مفاوضات السلام واختتامها في غضون عامين. وزير الخارجية الفرنسي قال إن الحكومة ما هيش ملزمة بنتيجة التصويت
اللي وصل إليها البرلمان، لكنه في نفس الوقت قال إن الوضع الراهن غير مقبول، وقال إن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية دون تسوية عن طريق التفاوض إذا فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات. بحسب استطلاعات الرأي، الفرنسيين بيؤيدوا أو يدعموا إقامة الدولة الفلسطينية بنسبة 60%. إلى أي مدى ممكن لهذه الخطوات إنها تشكل ضغط على الجانب الإسرائيلي للوصول إلى تسوية عادلة في غضون مدى زمني محدد؟ فرنسا مثلا بتتكلم عن عامين. إلى أي مدى ممكن لهذه الخطوات أن تشكل دعم أيضا للمفاوض الفلسطيني في خطواته؟ معنا على الهاتف الدكتور محمد بسيسو المتخصص في الشأن الفلسطيني، وطبعا هو كاتب ومحلل فلسطيني مقيم في باريس، في القاهرة عفوا. دكتور بسيسو، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك دكتور. عايز أعرف من حضرتك أولا أهمية هذه الاعترافات والتصويتات المتتالية أربع دول الآن، لأي مدى أنتم شايفين أن هذا بيفيد القضية الفلسطينية وممكن يشكل ضغط على الطرف الإسرائيلي؟ بالطبع طبعا الاعترافات المتتالية المتوقعة من باقي الاتحاد الدول الاتحاد الأوروبي تشكل ضغط شديد على هذه الحكومة المتطرفة في تل أبيب، وكلهم يمنيين وتوجهاتهم توجهات عنصرية، يعني فعلا يعتبر في توقيته يعني صحيح متأخر 63 سنة، لكن بالنسبة لنا احنا طبعا في حرب إعلامية، وإذا احنا كسبنا الحرب الإعلامية فنحن على الطريق الصحيح. الدول الأوروبية مهم جدا، ودولة كفرنسا هي أحد الدول الخمسة يعني في مجلس الأمن، فدائمين برضو تصوتهم يبقى مهم جدا، وحتى يعني نسبة الشعب يعني الفرنسي بنسبة 60% بقيام الدولة الفلسطينية. جميل. يعني في مدى زمني بدأت تضع الدول الأوروبية في اتجاه لأننا يعني فاض بنا الكيل، وأن هذه القضية لا ينبغي أن تظل معلقة طول هذا الوقت. وكلام فرنسا يشابه كلام دول أخرى، إن لو بعد سنتين لم تتوصلوا إلى تسوية فإحنا مضطرين للاعتراف بالدولة الفلسطينية. هل هذا الأمر سيدفع الطرف الإسرائيلي لتقديم تنازلات للتقاء مع الطرف الفلسطيني في أرض وسط لاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا قد يدفعه إلى المزيد من الضغوط على الفلسطينيين اللي بتدفعهم للرضوخ وفق شروط غير عادلة؟ لا، هو بالنسبة لي أنا أجاوب حضرتك من الشق الأخير، الفلسطينيين لن يرضخوا مهما كان ولن يتنازلوا، لأنهم لا يملكون خيارا أو شيئا يتنازلوا عليه. نحن في الشرعية الدولية تؤيدنا، الأمم المتحدة تؤيدنا، وإن شاء الله يعني بسياسة الرئيس أبو مازن الحكيمة المتأنية ذو الخبرة الكبيرة وصل بنا إلى ذلك. صحيح نحن نريد أكثر من الدول الأوروبية، يعني بدأت المملكة السويد اعترفت اعتراف رسمي يعني ليس رمزيا، أما باقي ثلاث دول فهم رمزيا، أسبانيا بريطانيا واليوم السويد يعني وفرنسا، وغدا إن شاء الله يعني ألمانيا وهكذا. هذه تشكل فعلا ضغوطات شديدة على اليمين الإسرائيلي وحكومة اليمين بقيادة نتنياهو. طب هل يعني في قضايا عالقة بدت شديدة التعقيد؟ هل هذا المدى الزمني الموضوع؟ أنا بتكلم مثلا عن أبرز هذه القضايا زي قضية الفلسطينيين في الشتات اللاجئين، هل ممكن حلها في نفس المدى الزمني ده؟ هل ممكن توصل لحل بالنسبة لوضع القدس غيرها من القضايا المعقدة اللي الزمن أضاف إليها المزيد من التعقيد؟ والله شوفي، يعني في عوامل في ابعاد كثيره، ابعاد على المستوى الفلسطيني وابعاد على المستوى الفلسطيني العربي، الفلسطيني الدولي، الفلسطيني الاقليمي، كل هذه ابعاد تؤثر للاسف الشديد في القضيه الفلسطينيه وفي مساراتها. سنتين انا بقول لحضرتك ممكن 6 شهور كافيه لو كانت هناك نيه صادقه من حكومه يساريه غير متطرفة بدل هذه الحكومة التي إن شاء الله يعني بدأ المسمار الأخير في ناشية، وهو الأبرتايد، القرار السريوني اللي أخذ الكنيست بالتصويت على يهودية الدولة
فهذه ان شاء الله يكون هو المسمار الاخير في نعش هذه الحكومه، وان شاء الله تاتي حكومه اخرى لا نعول على الطرف الاسرائيلي يعني بالكم الكبير، لكن نحن نعول على قدرتنا ومدى احنا تضامننا مع بعض ووحدتنا وانتهاء ووأد الانقسام وجواب الذاتيه الفصائليه على نتمنى ذلك، نتمنى ذلك. شكرا جزيلا دكتور محمد بسيسو المتخصص في الشأن الفلسطيني والكاتب والباحث الفلسطيني. يعني لعلها بشرة خير الرقم الذي أعلنته وزارة السياحة، بتتكلم عن 70% في زيادة أعداد السياح الأجانب في مصر. ده البيان الرسمي من وزارة السياحة اللي تنقلته وكالات الأنباء، بتقول إن عدد السائحين اللي زار البلاد خلال الربع الثالث من عام 14 عفوا قفز بنسبة حوالي 70% تزيد عن 2,700,000 سائح بعد رفع عدد من الدول الأوروبية حظر السفر إلى مصر. احنا حاولنا ان احنا نرصد جانب من هذا التعافي في شرم الشيخ، زي ما ذكرت لحضراتكم ان احنا لدينا مجموعة من التقارير التي سجلناها هناك لتقدم ابرز الاماكن والاماكن الجذب السياحي وايضا حركة السياحة، باعتبار ان ده مؤشر لحركة السياحة في مصر في هذا الموسم الذي نتمنى ان هو يكون موسم موفور. من هناك زميلتنا مها صبري رصدت لنا هذا الجانب من السياحة في شرم الشيخ. مشاهد شرم الشيخ مدينة يزورها عدد كبير من السياح من كل أنحاء العالم للاستمتاع بهوائها وشواطئها والألعاب المائية وقضاء إجازة ممتعة وسط أجواء من الأمن والأمان. أكتر حاجة بتعجب السياحة طبعا الضيافة العالية اللي المصريين بيقدموها كلهم، دي أكتر حاجة بتعجب السياحة. اللي يميز شرم الشيخ أنه أكتر حاجة فيها ترفيه، يعني الزبون لما يجي هنا ولا الزبائن لما تيجي هنا تلاقي نفسها مرتاحة نفسانيا. أماكن كتيرة جدا، الشواطئ بتاع شرم الشيخ مميزة جدا، خدمات الفندقية برضو مميزة جدا، يمكن برضو كومنت لها تسمعوه منا ومن السياح برضو مش منا احنا بس كمصريين. على الرغم من الظروف السياسية التي تمر بها مصر والتي من شأنها عرقلة النشاط السياحي، إلا أن أفواجا من السائحين تأتي سنويا إلى شرم الشيخ. لم نشعر هنا بما سمعنا عنه من اضطرابات، بل الأجواء آمنة واستمتعنا كثيرا. أقترح على أصدقائي أن يأتوا للتجربة بأنفسهم عوضا عن الاقتصار على السماع والقراءة. بالتأكيد سوف أنصح الجميع بالمجيء إلى هنا ليجربوا بأنفسهم. هذه هي الزيارة الثالثة لنا بشرم الشيخ. نقترح على أصدقائنا بالوطن القدوم إلى مصر، فوجدنا الناس ودودون ولطفاء. المكان مناسب جدا، والجميع هنا ودودون، والمناخ ساحر، والأجواء آمنة. حصلت محافظة جنوب سيناء على 34% من إجمالي حجم السياحة الوافدة إلى مصر منذ بداية 2014، وحافظت القاهرة على حصتها التي تمثل 21%، مما يؤكد انتعاش الحركة السياحية مع اقتراب نهاية العام. والله السياحة مقارنة بالسنة اللي فاتت الحمد لله في تحسن كبير جدا جدا، وده بعد ما كان بقى عندنا رئيس منتخب. الحمد لله حركة السياحة في تطور، ما لسه ما جيناش للأرقام اللي هي بتاعت 2010 2010، ولكن الحمد لله في تحسن ملحوظ يعني في السياحة. في الشتاء بالنسبة للسوق الروسي بيبقى أكتر، لأن درجة الحرارة هنا دلوقتي عالية جدا بالنسبة لهم، هم هناك تقريبا -20 أو -15 تحت الصفر، فبالنسبة لهم الجو في مصر واو أو يعني دلوقتي. فالسوق الروسي أكتر، وبعد كده بيجي ولا اللي هو السوق الإنجليزي على طول. شرم الشيخ من أكبر المدن السياحية الموجودة بمصر، فهي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع ببحرها وجوها الساحر. مها صبري، قناة دريم. آه
مشكلة المخدرات من أكثر المشاكل بتواجه أي دولة، وطبعا في مصر الحقيقة يعني كلما تقدمنا خطوة في مكافحتها الحقيقة الأرقام اللي بتعلن بتؤكد أن لازال الطريق طويل. النهاردة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إطار تقريرها السنوي، يعني بتعمل تقرير هذا التقليد تقليد سنوي لعرض تقريرها في إطار انتشار المخدرات. حبينا أن احنا نعرف ونطلع حضراتكم على آخر الأرقام والمستجدات بهذا الشأن. مشاهد. إيمانا بخطورة مشكلة المخدرات التي تعد واحدة من أهم التحديات الراهنة لتأثيرها سلبا على المجتمع، عقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مؤتمرا صحفيا صباح اليوم لعرض تقريرها السنوي في إطار مكافحة انتشار المخدرات. لقد خرجنا من هذا المؤتمر بعدد من التوصيات التي تليت عليكم، وكانت نتاجا لما أبديتموه من مناقشات والتي سوف تظهر أثارها الإيجابية بعد دخولها حيز النفاذ، لتكون المواجهة أكثر شمولية وأكثر فاعلية وأكثر تطورا. كان لزاما علينا جميعا أن نأخذ الأمر بمأخذ الجدية وأن نطور من أنفسنا وآلياتنا عند المواجهة، فلا نقف عند حد معين ولا نكتفي بجهد محدد، فالمواجهة مستمرة ومخاطرها تتزايد بالنسبة لمشكلات المخدرات إنتاجاً وتهريباً وتجاراً. يوم الجمعة الجاية إن شاء الله مصر هتستضيف أولمبياد الألعاب الإقليمية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لذوي الإعاقة الذهنية. هذا الأولمبياد هيشارك فيه 15 دولة عربية وأكثر من 200 لاعب مصري، وهيكون بالتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة اللي مفترض أن مؤسسات الدولة كلها تدعم هذا اليوم. والحقيقة أن هذه البطولات بتقدم لنا نماذج، يمكن احنا اهتمينا بالموضوع أكتر من مرة واستضفنا بعض هؤلاء الأبطال اللي قدموا نماذج مشرفة للتحدي وللإرادة وللقدرة على الانتصار على العقبات. النهاردة الشعلة مفترض أنها بتجوب المحافظات المختلفة، وصلت لمحافظة القاهرة وكان في استقبالها المحافظ، وكمان كاميرا مصر في يوم كانت في استقبالها. شاهد. تحت رعاية رئيس الجمهورية انطلقت مراسم تسليم الشعلة لمحافظ القاهرة في الدورة الثامنة لأولمبياد الألعاب الإقليمية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لذوي الإعاقة الذهنية، والتي ستفتتح يوم الجمعة المقبل. روتيو كلو كل سلة قدرة فروسية وتراتي. خدت ايه بقى؟ دي في التراتي ودي في الفروسية. تأتي هذه البطولة بالتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة، الأمر الذي يجعل من مختلف مؤسسات الدولة سواء وزارة الشباب والرياضة أو المنوطين بالمعاقين محل الدعم والمسؤولية دائما. حدث مهم جدا أن احنا نستضيف الأولمبيات الخاصة في مصر في ظل الظروف اللي احنا فيها، لمردود سياسي لمردود رياضي، خصوصا أن احنا متميزين في رياضة زرع الحاجات الخاصة ومحيين فيها بطولات كتير قبل كده. أنا شايف أنه يعني أن تعود أن مصر تقول أن احنا ننظم هذه البتاع ده، هذا ليس يعني بالجديد على مصر، ولكنها عودة للأمور إلى نصابها الحقيقي. يعني الحدث ده إحنا بنكرم بيه أو بنوعي بيه أولاد المجتمع لقضية ذوي الإعاقة، خصوصا إن العالم كله بيحتفل بالعيد العالمي للإعاقة يوم 3 ديسمبر اللي هو بكرة. الإرادة والعزيمة هما ملخص هذا المشهد الرائع الذي افتخرت به أمهاتهم، وتبعثها لكل من له نفس الحالة ويريد أن يثبت وجوده في هذا المجتمع. حنان راضي، قناة دريم. من تحدي الإعاقة لتحدي آخر بتواجهه مصر، وهو تحدي اللي أعلنت عنه بعنوان
خلوها صفر. التحدي بيخص مرض الإيدز اللي امبارح كان اليوم العالمي ليه. الأرقام الرسمية بتتكلم عن أكثر من 4000 مريض متعايش مع الإيدز في مصر، لكن التقديرات غير الرسمية بتتكلم ربما عن أكبر من هذا الرقم بكثير. في مجتمعاتنا الشرقية والمحافظة عادة هذا المرض بيكون بيحمل وصمة بتخلي الكثيرين يحجموا عن ان هم يسجلوا انفسهم حتى لو جاء على حساب تلقيهم على العلاج او حتى قدرتهم على التعايش مع المرض او كان ليه اثاره حتى في نقل المرض لاخرين بيخلطوهم وما يعرفوش ان هم مصابين بهذا المرض. يمكن التحدي اللي اعلن عنه برنامج الامم المتحده لمكافحه الايدز النهارده في مصر بعنوان خلوها صفر كان بيتكلم عن ثلاث اصفار بيطمح للوصول اليهم: صفر في اصابات جديده بفيروس نقص المناعة الإيدز، صفر إيدز الوفيات المرتبطة بالمرض، وصفر وصمة العار والتمييز اللي بتلاحق من يصاب بهذا المرض. بنحاول نحن نساهم في هذه الحملة ونقلنا لحضراتكم بعض ما دار في المؤتمر الصحفي. مشاهد. احنا بالأمس كان اليوم الإيدز العالمي 1 ديسمبر، احنا للأسف وجدنا ان منطقتنا العربية وشمال أفريقيا وشرق الأوسط هي واحدة يمكن من منطقتين على مستوى العالم اللي مازال معدل الانتشار فيها بيزيد، واحنا بنشوف ده اوريدي في مصر ان عدد الحالات بيزيد، ولكن على مستوى المنطقة يمكن من المناطق اللي لسه مازلنا بنعاني من زيادة الانتشار. وان شاء الله بنعمل سويا مع وزارة الصحة لإطلاق الاستراتيجية القادمة الجديدة بنهاية هذا العام بداية العام القادم ان شاء الله من اجل الوصول لأهداف 2020 والقضاء على الإيدز تماما بنهاية عام 2030. هدفنا ان احنا نكسر حاجز الصمت، حاجز الاحراج والخوف والخجل في التكلم عن الموضوع الخاص بالإيدز. هدفنا ان احنا نوصل للمواطنين ان الإيدز هو مرض قد يكون بيؤدي إليه سلوك، لكن لا يجب أن نربط السلوك بالمرض. يجب أن ننظر للإيدز أنه مرض من السهل جدا الوقاية والحماية منه باتخاذ بعض الإجراءات البسيطة، لكن رقم واحد بالنسبة لنا ونقطة الانطلاق هي المعرفة، العلم والمعرفة بالحقائق الخاصة بالإيدز بطرق العدوى وطرق الوقاية. هل ممكن نربط بين الذهب وبين الحالة المزاجية؟ الحقيقة يبدو أن الخبراء اللي اتكلموا عن أن الحالة المزاجية للناس ممكن تأثر على شرائهم للذهب، يعني صعب أنهم يكونوا يعرفوا حاجة عن مزاج الستات في الغالب. يعني ممكن الحالة المزاجية اللي تكون مرتبطة هي حالة تشبه الخوف مثلا، باعتبار أن الذهب عند طبقات كتير بيمثل مخزن للقيمة ونوع من أنواع الأمان في مواجهة تقلبات الحياة والأزمات المختلفة. أنا ما أعرفش إزاي بعض الخبراء فعلا ربطوا انخفاض شراء الذهب، انخفاض سعره بالحالة المزاجية في الوقت اللي فيه انخفاض عالمي في سعر الذهب ممكن تكون ليه أسباب كتيرة، أسباب اقتصادية أوسع حتى من الحالة الاقتصادية الداخلية، متعلقة بأسعار النفط وانخفاضها، متعلقة ببعض القرارات الاقتصادية في بلاد تانية زي زيادة أو عدم زيادة الحصيلة أو الاحتياطي في البنوك المركزية في بعض البلاد. لكن على كل الأحوال النتيجة واحدة، وهي أن سوق الذهب في مصر يكاد يكون فارغ من المشترين. منافس جديد ظهر في الساحة ممكن بيدي نفس النتيجة حتى لو مش نفس القيمة، وهي الذهب الصيني أو الذهب اللي هو العيارات المنخفضة. هل هو حل أزمة ولا أوجد أزمة؟ تجولنا في سوق الذهب في فترة مفترض أنها فترة بداية العام والمفترض أنها فترة شراء وفترة فيها بتكسر الأعراس والأفراح، وكان الحال كما وجدناه في هذا التقرير. نشاهد. تباين شديد تشهده أسواق الذهب هذه الأيام ما بين صعود وهبوط في الأسعار، فقد انخفضت أسعار الذهب المصرية نحو 4 جنيهات منذ الجمعة بالتوازي مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا، بعد أن رفض الناخبون في سويسرا اقتراح زيادة احتياطي البنك المركزي من الذهب، مما أعطى السوق سببا لموجة بيع جديدة. بالنسبة للأسعار فالأسعار بتبقى مختلفة على حسب السوق العالمي، والسوق العالمي لما بيبقى الوقية 100,183 بيبقى الذهب في 55
ب 255 حالة الارتباك بتعمل تخوف عند الشعب، فشراء الدهب بيبقى قليل، وما الجمهور بيشتري الدهب اللي هو للضرورة. الدهب وأسعار الدهب والفضة والألماز وكل المعادن اللي في بلدك كلها بورصة، بنتصل احنا من وقت للتاني نطمن نعرف أسعار الدهب دي بقت كام. وعلى الرغم مما تشهده سوق الذهب هذه الأيام من انخفاض في الأسعار، إلا أن حركة البيع والشراء تشهد حالة ركود شديدة. وبالنسبة لأسعار الذهب نازل والناس ما بتشتريش دلوقتي بسبب ما فيش انتعاشة في البلد، البلد في حالة ثورة وفي مشاريع وفي ركود في البلد برضك. دلوقتي الذهب نزل، فيعني ممكن أجيب إيه أسورة وخاتم محبس، أكتر من كده لا. أسعار الذهب وصراحة في النازل، بس هل أنا في مستطاعة أن أنا ممكن أجيب دبلة ومحبس للبنت اللي أنا عايزها؟ في المناسبات إن شاء الله زاد السعر أو قل السعر فكل بيشتري، لكن لما سمعنا أن الذهب عمال يقل ابتدينا نشتري. تأتي عملية الانخفاض المتتالي لأسعار الذهب لتسجل أعلى هبوط لها منذ نوفمبر الماضي، فهل ستشهد السوق رواجا مرة أخرى في المرحلة المقبلة؟ عمرو موسى، قناة دريم. ومن الشاب اللي بيتساءل إذا كانت خطيبته ممكن توافق بس على دبلة ومحبس، لشاب تاني حاول إن هو يفتح لنفسه مجال مختلف. محمد قدر يتصور أو قدر يقدم فكرة استفاد منها ويحاول يخلي الآخرين يستفيدوا منها. محمد بيقاوم البطالة بألف جنيه في الشهر. ألف جنيه في الشهر ممكن تكون قسط لسيارة تمنها 15 جنيه، سيارة ممكن تصبح هي في حد ذاتها مشروع متكامل، مطعم متنقل. اختلافها إيه عن السيارات الموجودة في المجال ده؟ وإيه سر تكلفتها الأقل؟ هنتفرج على القصة كما رواها لنا محمد عبد الخالق، نشاهد. الحاجة أم الاختراع، مثل دارج يعكس حال بعض الشباب المصريين الذين حاولوا تحويل الأزمات المعيشية إلى نقطة ضوء تسهم في حل مشكلاتهم. محمد عبد الخالق أحد الشباب الذين قاموا باختراع سيارة مأكولات صحية وعبقرية تكون بديلة لعربات الباعة المتجولين حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري المصري. غيرت الكارير بتاعي من مجال الملابس لمجال المأكولات، مجال العربيات، فابتديت أتعامل في فكرة العربية. عملت فكرة أولية والحمد لله راحت لحالها، يعني خدت فلوسها ورحت طورت واحدة تانية. مع الوقت ابتديت أطور وابتديت أشتغل ووصلت للمرحلة اللي احنا فيها دي دلوقتي. يؤكد محمد أن هذه السيارات لا تكلف الشباب مبالغ كبيرة، إلى جانب المواد المستخدمة التي يراعى فيها المواصفات الصحية عالية الجودة، ويريد أن تعم هذه التجربة مصر حتى تكون في مصاف الدول المتقدمة، كما أنها ستعود بعائد مادي إلى جانب توفيرها للكثير من فرص العمل. والله إحنا نقدر نعمل حاجة بألف جنيه، ونقدر نعمل حاجة بعشرين ألف جنيه، ونقدر نعمل حاجة بخمسين ألف جنيه، ونقدر نعمل حاجة بمية ألف جنيه، على حسب إمكانيات العميل. أنا بسعى، أنا زي ما قلت لحضرتك هو الموضوع مش ربحي على قد ما هو إحنا فعلا بنحاول حل مشكلة. في أغلب المطاعم أغلبهم بيشتغلوا ستلس، فرعينا النقطة ديت إن إحنا أغلب العربيات هتبص هتلاقي فيها القرصة اللي بيشتغل عليها من فوق دي ستلس، كل أدواته صحية، لأن هو ده دي حاجة من ضمن الحاجات اللي ناقصة البائع، يعني إن هو المظهر الجميل والشكل الصحي وسهولة الأداء والعملية في الـ في الـ في الـ في الشغل يعني أو في العمل. اكتشفت إن الهند اقتصادها قائم على الباعة الجائلين في الأول قبل ما يعملوا التوك توك. اكتشفت إن فرنسا ابتدت توفر للباعة الجائلين أماكن في المترو. اكتشفت إن في أوروبا وأمريكا الباعة الجائل ده حاجة عظيمة جدا، ومرخصين له ومقفينه في أماكن عامة جميلة جدا، ومحقق اقتصاد كويس وبيدفع للبلد ضرائب كويسة. المشروعات الصغيرة تساهم بشكل أساسي في الاقتصاد المصري، لكنها تتطلب التفات المسؤولين إليها باعتبارها اقتصادا قوميا يساهم في حل مشكلات البطالة. سيد موسى، قناة دريم. ومشاهدينا بعد قليل بنرجع لقرار مجلس الوزراء النهاردة ولقرار رئيس الجمهورية إعادة النظر في القوانين التي تتيح الإفلات من العقاب. هل ستضمن إعادة محاكمات
هل هيستفيد منها هتستفيد منها القضايا المنظوره الان امام المحاكم المتعلقه بمبارك ورموز نظامه، ولا هتبدا هتطبق على ما يلي بعد كده؟ هل ستغلق الباب تماما امام ملفات الافلات من العقاب؟ اسئله بطرحها على ضيوفي بعد هذه الفقره، بعد هذه الوقفه القصيره. ابقوا معنا.